بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم جميعا. جلستنا النهاردة، إحنا النهاردة المحاضرة الثانية إن شاء الله هنكون فيها بنستعرض مقدمة عن كيفية استخدام الأوتوديسك فورج بلاتفورم. وإحنا في المحاضرة الأولى أو في الجلسة الأولى مع بعض استعرضنا ايه هي الفورج بلاتفورم وازاي اوتوديسك شايفه ان هي المستقبل بتاعها. اتكلمنا على تطبيقات الفورج وقلنا ان احنا شخصيا كجزء من اوتوديسك بنتعامل مع الفورج على ان هي مستقبل الشركه كلها. انا احمد خيرت، اي سي تكنيكال سبيشالست في شركه اوتوديسك، بغطي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا. تخصصي حوالين البام بجانبي للبيلدينج والإنفراستراكشر، ويعني ماي باشن أو التكنولوجي اللي بحب أشتغل عليها قوي هي الفورج بلاتفورم. ومحاضرتنا النهاردة في الفورج تكنولوجي دي، زي ما اتكلمنا قلنا المحاضرة اللي فاتت استعرضنا فيها مقدمة الفورج بلاتفورم. النهاردة إن شاء الله هنستكمل الخطوات العملية اللي احنا شفناها الأسبوع اللي فات، ونوصل مع بعض إن شاء الله إن احنا نعمل run أو نعمل تشغيل لأول application عندنا أو أول program شغال معانا. زي المحاضرة اللي فاتت، الإلمام بمبادئ البروجرامينج مطلوب معانا النهاردة. إحنا هيبقى شغلنا كله عملي، هنبص إزاي الكود بنشتغل عليه وبنكتبه، وإن شاء الله نوصل لنتيجة جيدة في نهاية السيشن نفسها ونهاية اليوم معانا، ونوصل إن إحنا to create our first application، وبعد كده نبتدي نستعرض من هنا نقدر نبتدي نتحرك فيه. طيب احنا اول حاجه هنعملها علشان برضو نكون يعني اللي ما قدرش يحضر معانا، ممكن ان احنا نعمل يعني مش ريهرسل ولكن استعراض بسيط للخطوات اللي احنا حاولنا نعملها في المرحله الاولى. اول حاجه عملناها عملنا الانستليشن للنود جي اس، وقلنا ان النود جي اس هي الران تايم اللي بتقدر تسمح بتشغيل الجافا سكريبت على السيرفرز، و ابتدينا وعملنا اول انستليشن عندنا، عملنا اول ابلكيشن. لو حبينا نبص مع بعض جوه الفولدر اللي احنا اشتغلنا عليه في اعتقد احنا في السي في بروجكت فايلز او في بروجكتس في السي، شكرا شكرا جزيلا، معانا بروجكتس فورج لاب، وابتدينا ان احنا نعمل اول ابلكيشن معانا باستخدام النود جي اس ران تايم. واستعرضنا ازاي عملنا الستارت ابلكيشن بتاعنا او الستارت سكريبت اللي ابتدينا ان احنا نحاول نكلم فيه الاكسبريس لايبرري، وقلنا ان الاكسبريس لايبرري ديت او الاكسبريس نود ده هو الويب سيرفر او هو الكود اللي بيشتغل جوه النود اللي بيسمح لي ان انا ابتدي اعمل ماي اون ويب سيرفر، وابتدي اعمل الابلكيشن بتاعي اللي بيرد على الطلبات الخاصه بال HTTP requests. وقلنا ان اول حاجه هنشتغلها مع بعض ان احنا هنقول له لو سمحت يا اكسبريس استخدم النود موديول الثاني اللي هو الاي جي اس، وقلنا اللي هو الاي جي اس او الامبيدد جي اس بيسمح لي بان انا اعمل فيو تمبلتس. الفيو تمبلتس ديت احنا شفنا مع بعض استعرضنا اول فيو تمبلت موجود معانا اللي هو زي ال HTML العادي جدا، ولكن الاختلاف الجوهري بتاعه ان احنا في عندنا سبيشال تاج. التاج دي موجوده معانا بتبتدي بالبرسنت ساين، وهدف البرسنت دي ان اي كود بيكون جوه التاج ديت ينفذه برنامج الجافا سكريبت او ينفذه الانجن بتاع الجافا سكريبت، مش يتبعت زي ما هو للبراوزر. تمام، وقلنا ازاي احنا ضفنا جوه البراوزر دوت او ضفنا جوه التمبلت دوت التايتل بتاعنا، ضفنا جواه الكونتنت اللي احنا بنشتغل عليها او الكونتنت اللي احنا هنقدمها لليوزرز. تمام، ورحنا استعرضنا
في البراوزر معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا ان احنا لو شغلنا الابلكيشن تمام، لو رجعنا للستارت وعملنا الابلكيشن بتاعنا، فاحنا هنقدر نشوف الفيو اللي احنا حطيناه ده من خلال ان هو بقى عندنا راوت، قلنا ان او روت راوت، وقلنا ان الراوت ده هو الطريقه الجافا سكريبت عندنا او النود بيعرف يفهم ازاي يرد على انهي ريكوست اللي بيجي له. يعني احنا لو ابتدينا بالروت او الديفولت فده معناه ان هو هيبتدي يرد على العنوان بتاع السيرفر بدون اي تفاصيل اضافيه. لو ابتدينا نديله راوت معين زي في الحاله الثانيه عندنا، فهو مش هيبتدي يرد على اي ريكوست بتجيله غير في الراوت ده، والا هيرجع يدي ايرور او مجموعه الراوتس اللي هي ديفايند عنده في الايه في الكود بيس بتاعه. تمام، فقلنا ان احنا عملنا في البدايه الروت راوت اللي الهدف بتاعه ان هو بيروح للفولدر اللي هو اسمه راوتس، ويروح للاندكس كنترولر او الاندكس راوتر زي ما بصينا برضو مع بعض المره اللي فاتت، ولقينا ان احنا في الاندكس راوت بنفتح برضو الاكسبرس وبنقول له لو سمحت هات لي الاوبجكت بتاع الراوتر، ودي هي اللايبرري اللي جوه النود جي اس اللي بتسمح لي ان انا ارد على الطلبات المختلفه او الريكوست المختلفه. وقلنا لو سمحت يا راوتر او الكلاس اللي هي بتاعه الراوتر او الفانكشن بتاعه الراوتر، لما يجي لك ريكوست على الروت راوت بالنسبه للاندكس فرن الفانكشن ديت واديني البارامترز، واحده من البارامترز دي اللي هي الريكوست تمام، والبارامتر الثاني اللي هو الريسبونس. فالريكوست بتجي لي منه التفاصيل بتاعه الفانكشن اللي انا او بتاعه الريكوست اللي جات لي من الكاستمر او من الكلاينت اللي هو البراوزر عندي في الحاله ديت تمام. والفانكشن دي شغلتها ان هي تبتدي تعمل كرييت لاوبجكت منفصل هو الريسبونس. فالريسبونس في حالتنا ديت قلنا له لو سمحت روح للبيج اللي اسمها اندكس تمام، واعمل ريندر للبيج ديت. احنا قلنا البيج دي موجوده معانا في الفيوز في الاندكس، هو اوتوماتيكلي عارف ان دوت اي جي اس ده الاكستنشن بتاع الفيو اللي معانا، فهو بمجرد ما انا قلت له ان البيج عندك اسمها اندكس هو بيروح للفولدر بتاع الفيوز وبيروح للبيج بتاعه الاندكس. عرف منين المعلومتين دول؟ احنا عرفناهم له في الستارت، قلنا له ان هو الباث بتاع التمبلتس او الفيوز بتاعنا اسمه فيوز، وبيبتدي من الفولدر اللي هو الروت بتاع الابلكيشن بتاعي اللي هو بالاسم ده، ده فاريبل بيقول له ان ده المكان بتاعك جوه الفايل سيستم تمام، وان الاكستنشن اللي انت هترسبوند بيه في حاله ان انت عايز تعرف التمبلت اللي معاك اسمه ايه، بان هو الاي جي اس اكستنشن دوت تمام. فاحنا كده عرفنا من خلال ان هو ستارت كده عرف الفيو انجن بتاعنا وعرف الفولدر اللي هيرد عليه، والستارت دوت راح عمل اوبجكت، الاوبجكت ده اسمه اندكس راوتر وبيرد على اي ريكوست بيجي للروت راوت تمام. وشفنا لما دخلنا مع بعض على الاندكس راوت اللي موجود معانا، شفنا ان احنا بنستقبل اي ريكوست بيجي لنا على الفانكشن على الروت نفسه بامر الجيت او بالريكوست بتاع الجيت، والريسبونس بتاعنا كان ان احنا بنعمل عمليه ريندر للاندكس ده بالفاريبلز دي. يعني ايه ريندر؟ طبعا احنا كلنا عارفين الريندر بتاع الايه الريفت، ولكن احنا في حاله الجافا سكريبت عمليه الريندرنج هو ان هو بيدخل على التمبلت فايل دوت، يدور على الفاريبلز اللي موجوده جوه، يحولها لستاتيك كونتنت او لنتائج ستاتيك تمام، والنتائج ديت يرجعها لليوزر او يرجعها للبراوزر على ان هي عباره عن ايه؟ عباره عن كود اساسي او يعني ستاتيك كود البراوزر بيقراه على طول ويفهمه، لان البراوزر ما بيفهمش الايه علامه البرسنتج دي ولا الكود اللي جواه. يبقى انا بالطريقه ديت تواصلت ما بين السيرفر بتاعي والكاستمر او الكونسيومر اللي هو البراوزر بتاعي من خلال ان انا خدت الفاريبلز اللي جات لي من الاوبجكت دوت تمام على التايتل والكونتنت، ورحت جوه الامج ديت وعملت لها ريبليس وبعت الريسبونس للبراوزر.
وقلنا ان انا عشان ابتدي اعمل الرننج دوت فانا محتاج اعمل امر الرن واقول له ستارت ديباجنج تمام، وافتح البراوزر معايا واقول له لو سمحت روح لللوكال هوست بتاعي تمام، وقلنا ان اللوكال هوست بيقرا على البورت 3000. ليه بيقرا على البورت 3000؟ علشان الابلكيشن عندي انا قلت له لو سمحت في نهايه الفانكشن اللي موجوده في ستارت انت كجزء من الابلكيشن اسمع اي ريكوست بيجي لك على البورت رقم 3000. وقلنا ان اي اي بي ادرس ممكن يكون فيه حوالي 65000 بورت مختلف، اشهر البورتس ديت هي البورت رقم 80 اللي بيخليني انا ككاستمر او انا كيوزر لما اكلم الويب سيرفر يرد عليا بصفحه HTML، ولما اكلمه بالانكريبتد او بالانكريبشن يرد عليا من خلال البورت 443. فيبقى انا من خلال البورت 80 اقدر اتعامل من غير تشفير عندي في البراوزر بالبورت 443. اقول له بقى ان لو سمحت روح كلمه بقى بالاي اتش تي تي بي اس اللي هو السكيور اتش تي تي بي بروتوكول تمام. طبعا الكلام ده بيحصل عند البرودكشن ديبلويمنت، مش بيحصل عند الايه، مش بيحصل وقت الديفلوبمنت. فاحنا وقت الديفلوبمنت بنستعمل بورت لوكال ولوكال هوست او اللي هو العنوان بتاع جهازي انا نفسه. وزي ما شفنا لما ما بديلوش اي باث او بديله الروت باث بتاعي تمام، هو بيرسبوند من خلال الايه، من خلال الراوتر اللي احنا كلمناه وقلنا له لو سمحت روح واعمل رندر للصفحه بتاعت الاندكس راوتر ديت، ومن جوه الاندكس راوتر ده او الفانكشن بتاعه الراوتر هو رد عليا بمحتويات الصفحه. وبصينا جوه الصفحه دي وقلنا له فيو بيج سورس، وشفنا مع بعض ان هو هنا استبدل التاجز اللي احنا حطيناها جوه الاي جي اس وبعت له اتش تي ام ال طبيعي جدا والكونتنت ده استاتيك. طيب ايه اللي يخليني ان انا بدل ما اعمل التاج ديت ابتدي احط المعلومه اللي موجوده جوه الايمج ديت او جوه الامبد جي اس ديت؟ الحقيقه ان المعلومه دي غالبا ما بتبقاش استاتيك، المعلومه دي غالبا احنا بنروح نجيبها يا اما من نتيجه كوميونيكيشن مع ويب سيرفر تاني او ويب سيرفيس تانيه، او بنجيبها من واحده من الداتا بيسز او من الاستورج سيرفيسز اللي موجوده معانا. يبقى احنا من خلال النود جي اس ومن خلال الجافا سكريبت على السيرفر اقدر ان انا اروح واكلم داتا بيس اجيب منها بيانات وارد بيها على اليوزر، اقدر اخد من اليوزر اليوزر نيم بتاعه واوديه للداتا بيس واتاكد ان هو ده فعلا اليوزر وهي دي الباسورد بتاعته ولا لا، وابتدي ارجع له الكونتنت الدايناميك بتاعه. طبعا احنا عارفين الكلام دوت، يعني ما حدش بيشتغل على الانترنت ما شافش نتيجه رندر بتحصل على السيرفر. الابلكيشنز كلها، كل المواقع تقريبا اللي هي الدايناميك اللي احنا بنستعملها وبنشتغل معاها ومتعودين عليها، الفيسبوك التويتر الجيت هاب، كل ديت عباره عن فرونت اندز احنا بنشوفها عندنا لصفحات بيتعمل لها دايناميك ريندرنج على السيرفر. طيب يبقى احنا كده ابتدينا نعمل اول اوبشن معانا او اول عمليه بتحصل معانا جوه الستارت سيرفر. قلنا له كمان لو سمحت بقى ابتدي اعمل معانا اول اوبريشن هنحتاج ان احنا نكلم بيها الفورج بلاتفورم، فهتروح للراوتر اللي اسمه OAuth او اوبن اوث، وهتبتدي ان انت هتدخل مع هتبتدي تستقبل اي كونتنت بيجي لك على الراوت ده. وبالمناسبه الراوت ده هو البريفكس اللي الراوتر فانكشن دي هتشتغل وراه. يبقى خلينا نفتح كمان بقى ونشوف الاو اوث راوتر ده هيعمل ايه. هيبتدي يرد على فانكشن اسمها توكن، ولكن انا لو خدت كلمه توكن دي ورحت بيها على البراوزر وقلت له لو سمحت اعمل رندر لتوكن، هيقول لي ان هو ما يعرفش الباث دوت. ماشي، احنا هنا في الايه، في السيرفر، هنقول له هنا في في السورس بيج هنقول له توكن تمام، هيرد يقول لي كانوت جيت توكن. ليه؟ لان التوكن دي موجوده جوه الراوتر اللي اسمه اوبن اوث. فيبقى انا هبتدي الاول باوبن اوث وبعدين هكمل بعد اوبن اوث راوت توكن. زي ما احنا شايفين النتيجه اللي جات لي اهي من الفانكشن، هنبص عليها ازاي هي جات لي.
اول حاجه احنا قلناها ان انا في الفانكشن ديت هروح اكلم اللايبرري اللي اسمها فورج اي بي ايز او الان بي ام فانكشن اللي اسمها الايه الفورج اي بي ايز. فانا اول حاجه هعملها هبتدي اعمل مودلز او هبتدي اعمل موديل. الموديل ده شغلته ان هو بيعمل الكوميونيكيشن ما بين الابلكيشن بتاعي وما بين الفورج اي بي اي سيرفيس، وبيروح ياخد البيانات اللي احنا خزناها في الكونفيجريشن سكريبت او الكونفيجريشن جافا سكريبت، وبعدين هيبتدي هو يعمل الكود بتاعه او الجزء الخاص بالكود بتاعه اللي هو هيبتدي يعمل ويعرف فانكشن جوه الموديل الموديول دوت الفانكشن اللي معانا اللي هي جيت كريدنشلز. لما حد هيحاول ان هو يبتدي يشتغل على الفانكشن بتاعتنا اللي هي شغلتها، خلينا هنا نعمل الستوب، لو حابب ان انا ابتدي جوه الفانكشن دي او جوه الموديول دي وعايز حد يقرا المحتوى بتاعي، فانا اول حاجه هعملها هو ان انا هقول له ايه، لو سمحت روح الموديول دوت او اللي هو الموديل ده اللي هو الفورج اوبن اور، وروح كلم الفانكشن اللي هي جيت كريدنشلز. اول ما هيطلب الكريدنشلز هيديله معلومه او هيديله بارامتر، البارامتر ده اللي هو التوكن سكوب، ومنه هيريتيرن كلاس. زي ما احنا شايفين هنا احنا اكننا قلنا له لو سمحت اعمل اوبجكت جديد وسمي الاوبجكت دوت اوث كلاينت، تمام. وقلنا للاوث كلاينت دوت انت بقى عباره عن ايه، الاوث كلاينت ده عباره عن نيو اوبجكت، اوبجكت جديد موجود عندي جوه الايه جوه الفانكشن، تمام. الاوبجكت دوت هبتدي ان هو بيعمل انيشاليز جوه الفورج اس دي كي للاوث كلاينت تو لاجد توكن، وهيعمل ريتيرن للكلاس ديت. ده بالظبط نفس الكود اللي احنا ايه كتبناه هنا، تمام. طيب وانس ان الكود ابتدى ان هو يشتغل معانا وعملنا الكريدنشلز، والكريدنشلز دي راحت للفورج اس دي كي وعملت الفانكشن وعملت باسنج للكلاينت اي دي والكلاينت سيكريت والسكوب اللي هو جاي عندنا من التوكن سكوب دوت، هيبتدي ان هو يرجع الفانكشن ديت. طيب الكونفيجريشن اللي احنا عملناه ان احنا ادينا لليوزر كلاينت اي دي او ادينا للسيرفر بقى الكريدنشلز كاوبجكت جواه بارامتر اسمه كلاينت اي دي، جواه بارامتر تاني اسمه كلاينت سيكريت، تمام. والسكوبس عندنا سكوب انترنال وسكوب بابليك. اتكلمنا كمان عن السكوبس وقلنا ان دي الطريقه اللي احنا بنفهم بيها الفورج هل هو هيشتغل في الريد اونلي مود ولا في الريد اند رايت مود. باختصار هي دي البيرميشنز اللي احنا بنطلبها من الفورج سيستم. طيب ايه الفرق بين الريد بارامتر والريد اند رايت؟ الفرق عندنا ان احنا لما بنطلب الريد سكوب ده معناه ان هو بيرجع لي الاكسس توكن دي اللي انا لما بكلم بديها للفورج اي بي اي بعد كده ما بيبقاش فيها اي قدره على ان انا اعمل رايتنج على الداتا بتاعه السيرفر بتاعي او الابلكيشن اللي احنا عملناه، لان احنا بنينا مع بعض الابلكيشن دوت فين؟ في الكونسول بتاع الفورج بتاعنا، وقلنا الكونسول بتاعنا عباره عن فورج اوتو ديسك دوت كوم، وعملنا اللوجن بتاعنا باليوزر نيم والباسورد. انا عندي اعتقد خلاص اتعمل له انفاليديشن وعملنا اللوجن بتاعنا. تمام، ومن خلال اللوجن اللي احنا عملناه قدرنا ان احنا ندخل على المانجمنت كونسول بتاعه الفورج بلاتفورم، تمام، واللي من خلالها رحنا عملنا الابلكيشن بتاعنا او الابلكيشن كود بتاعنا. زي ما احنا شايفين ظهر كده اليوزر بتاعي وظهر الليست بتاعه الابلكيشنز اللي انا سجلتها جوه الفورج بلاتفورم، وشفنا الابلكيشن بتاعنا وشفنا ان احنا قدرنا نعمل الكلاينت اي دي اللي احنا شايفينه معانا اللي بيبتدي بال4R، والكلاينت سيكريت اللي احنا عملنا له جنريت اول ما الكود ظهر
عندي. تمام؟ ده معناه ان انا لما بروح اكلم الفورج اي بي اي باستخدام الاي دي دوت والسيكريت ده، النتيجه بتكون ان انا بعمل ايه؟ بقدر اخد اكسس توكن. تمام؟ الاكسس توكن دي زي ما شفناها عباره عن سترنج طويل كده بيكسباير في حوالي 60 دقيقه. التوكن دوت هو اللي انا لما ببعته بعد كده لل ببعته بعد كده لل للفورج بلاتفورم عندي، بيقدر ان هو ياكسبت او يقبل الكونتنت اللي بي ايه، او ياكسبت الكوماندز اللي انا بنفذها له، ويبقى عارف ان هي مرتبطه بالابلكيشن اللي من النوع دوت او الاي دي ده. تمام؟ طيب يبقى احنا كده عرفنا ازاي اول حاجه او اول كوماند احنا بنكلم بيه الفورج اي بي اي. شفنا مع بعض ان انا بدخل على الكوماند بتاعي على الراوت، والراوت بياخد التوكن، التوكن بيروح يجيب الفانكشن اللي احنا عملنا لها جنريشن اللي اسمها جيت كريدنشلز اللي موجوده في الاو اوث موديل. تمام كده؟ وابتدينا ان احنا بالكلاس ديت، لو تفتكروا الكلاس دي احنا مرجعين نيو انستنس من الكلاس، فاحنا مرجعين اوبجكت. الاوبجكت ده قلنا له لو سمحت روح اعمل اوثنتيكيت بالبارامترز اللي انت رحت جبتها من الكونفيجريشن او الفانكشن اللي هي اسمها جيت كريدنشلز اديتها لك. تمام؟ وبعد ما تخلص الكوماند بتاع الاوثنتيكيت ذن ابتدي ران الفانكشن ديت. السينتكس ده بالمناسبه موجود في الجافا سكريبت، بنسميه عندنا البروميسز. يعني ايه بروميسز؟ يعني الجافا سكريبت هي عباره عن اي سينكرونس لانجوج، يعني لغه ما بتحاولش ان هي توقف الاكسكيوشن بتاعها لما كل محتوى جوه كل كلاس عندها او كل فانكشن عندها يتنفذ. لا، هو كل اللي بيحاول يعمله ان هو اول ما بتبتدي تعمل كوميونيكيشن مع سيرفر تاني، او تحاول تجيب ملف من على الفايل سيرفر او من على اللوكال ستورج عندك، فهو شغلته ان هو في الحاله ديت بيحاول ان هو يرجع الكنترول للابلكيشن علشان الابلكيشن ما يقفش ما يعطلش. ليه؟ لان النود جي اس عباره عن سنجل ثريدد اكسكيوشن موديل. يعني ايه سنجل ثريدد؟ يعني هو عنده الابلكيشن كله بيتنفذ كود في ثريد واحده. يعني لو انا عندي كور واحد الكود بتاعي بيتنفذ، لو انا عندي 20 كور فهو كور واحد بس اللي بينفذ كل الاوامر بتاعتي بالتتابع. فعلشان ما يوقفش الاكسكيوشن بتاع الابلكيشن كله، هو بيعتمد على فكره الايه؟ على فكره البروميسز ديت، في ان هو كل فانكشن تحاول ان هي تشتغل معانا وتحاول ان هي تكون موجوده في الكود بتاعنا. ونقفل الانوتيشن ونسيبل الانوتيشن ونقول له كلير. تمام؟ ونستكمل. هل في حد عنده سؤال حتى هذه اللحظة؟ أو عنده أي تساؤل يقدر إن هو يسأل؟ ممكن أسهل مما إيه؟ يعمل الانوتيشن. طيب. إحنا في الحالة بتاعتنا الحالية أو في الوضع بتاعنا الحالي زي ما قلنا، إحنا هنبتدي نستعمل الفورج اوث فانكشن او الاوبن اوث فانكشن اللي جايه لي من الامر بتاع الجيت كريدنشلز اللي بيروح يجيب لي كلاس من الفورج اي بي ايز بتاعتي. تمام؟ ويرن امر الاوثنتيكيت، ولما الاوثنتيكيشن ده يتم زي ما قلنا العمليه عندنا سنجل ثريدد كونتاكت، فالسنجل ثريد دوت شغلته ان هو هيروح يعمل اوثنتيكيشن والابلكيشن بتاعي هيتحرك وهيكمل. يعني انا لو عندي اي اوامر هنا هتشتغل لحد امر الاوثنتيكيت ما يخلص، وبعدين هتبتدي تنفذ الفانكشن ديت. طيب الفانكشن دي هتنفذ ايه؟ هتنفذ ان هي هتعمل كونسول لوج، يعني هي هتعمل لوج للكريدنشال زي ما احنا شايفين هنا في الكود عندنا. و لو في ايرور من الفانكشن دي هيرجع ويقول لي برضه لو سمحت في الكونسول رجع ايرور، يعني الايه الديباج كونسول بتاعتي هتقول لي ان هنا في ايرور وتقول لي ايه الايرور اللي اتبعت لها.
تمام كده. يبقى احنا كده شفنا ان احنا ايه استعملنا الفانكشن بتاعتنا او استعملنا ازاي الفانكشن علشان نروح نكلم الفورج اي بي اي ايه ونتعامل معاها بشكل مباشر. طيب لحد كده احنا كده وصلنا او دي النقطه اللي احنا وقفنا عندها في المحاضره اللي فاتت. هنبتدي بقى نعمل اول حاجه عندنا وان احنا هنعمل الباكت اللي هنرفع عليها او هنعمل عليها ابلود للفايل. طيب اول حاجه هنعملها هنروح للموديل ونقول له نيو فايل وهنقول له الفايل دوت عباره عن فورج او اس اس فورج داش او اس اس. يعني ايه او اس اس؟ اللي هو الاوبجكت ستورج سيرفيس. اوبجكت ستورج سيرفيس دي السيرفيس اللي جوه الفورج اي بي اي اللي بقدر اخزن جواها ملفات ليها علاقه بالفورج ابلكيشن اللي انا ايه اللي انا عملته. طيب المحتويات بتاعتها برضو بقى هنبتدي نختصر شويه. هناخد او هناخد التكست كوبي وبيست. تمام زي ما احنا شايفين هنعرف الفورج اس دي كي كاوبجكت عندنا والاوبن اوثنتيكيشن برضو كاوبجكت معانا. هيروح يكلم الموديل الثاني بتاعنا اللي هو الفورج او اس اس. تمام بالمناسبه ده معناه ان انا قلت له لو سمحت انت في الفايل دوت اخرج 1 ليفل تمام وبعدين ارجع تاني للفولدر بتاع مودلز. يعني انا اقدر اعمل كده برضه لو عايز واشيل الكونتنت خالص او اقول له الايه بالشكل دوت فيعمل لود الفورج او او عندي اللي هو معايا في نفس الايه الفولدر بتاعه. طيب الفانكشن بقى اللي هيتعمل لها ران. الفانكشن اللي هيتعمل لها ران هي الجيت باكتس. تمام الجيت باكت عندي هتقول لي لو سمحت روح بالاو او دوت هات الكريدنشلز بتاعتك. وهنا لو تاخدوا بالكم الكريدنشلز المره دي اللي انا بروح اجيبها هي الانترنال كريدنشلز. طب الانترنال كريدنشلز دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها او الكونفيجريشن بتاع الابلكيشن عندي بيقول لي ان الانترنال دي البيرميشنز اللي هتقبل ان هي تاخدها. تمام منها الباكت كرييت والباكت ريد والداتا ريد وكرييت ورايت. الباكت هنفهم مع بعض ايه هي الباكت معانا في الشغل بتاعنا. تمام وهنبتدي ناخد الاي بي اي او الفورج اوت ديت. تمام كده وزي ما قلنا احنا نفس الطريقه اللي احنا كنا عملناها المره اللي فاتت هنقول له فورج اوبن اوت اوثنتيكيت. تمام ولكن عندنا طريقه ثانيه بقت موجوده معانا في الجافا سكريبت الاي اس 6 او اللي هي الفيرجن 6 من الجافا سكريبت. تمام ان انا مش بقول له اوثنتيكيت وبعدين برجع اقول له دوت ذن. لا انا هنا بقول له اويت. اويت يعني ايه؟ يعني اكن انا هنا هشتغل بشكل بارلل، هشتغل قصدي بشكل سيريال. يعني انا تمام يعني انا هبتدي ان انا انفذ الامر بتاع الاوثنتيكيت دوت زي ما قلنا. لو تفتكروا احنا لو كنا رحنا في الاوبن اوت او لا مش في الاوبن اوت، لو كنا رحنا في الموديل الثاني معانا اللي هو الراوت انا اسف معانا. تمام وقلنا للفانكشن دي ما قلنا لهاش امر دوت ذن، ده معناه ان هي كانت اوتوماتيك هتبتدي تشتغل في بقيه الكود اللي بعديه لحد ما الاوثنتيكيشن ده يكمل وبعد كده تبتدي تران الفانكشن ده بشكل بارل مفصول عن الفانكشن الايه الاصليه او المين بادي بتاعنا. فانا هنا بقول له لا لو سمحت بقى وقف الفانكشن دي واستنى بقى النتيجه بتاعه الاوثنتيكيت دي ان هي تخلص، لما تخلص رجع لي الكريدنشلز. لو تاخدوا بالكم هو تقريبا نفس اللي احنا كتبناه هنا، بس انا بدل ما قلت له كريدنشلز دي هتدخل في الفانكشن اللي هتتنفذ وقت ما الاوثنتيكيشن هينجح، لا انا قلت له والله رجع لي بقى الكونتنت دوت حطه لي في فاريبل تمام اسمه كريدنشلز لما الاوثنتيكيت فانكشن دي تنتهي. طيب ده اهميته ايه؟ والله بيخلي الكود عندي شكله ايه مور سيكوينشال او مور لينير. تمام فبيبسط علينا قدرتنا على قراءه الكود وعلى فهمه، يعني ان احنا نعمل له عمليه الديباجنج بتاعنا. تمام طيب يبقى احنا هنا قلنا ان انا هجيب اللوكال فاريبل اللي اسمه كريدنشلز من خلال اللي انا برن امر الاوثنتيكيت وبعدين ببتدي اروح للباكتس اي بي اي اللي هي جزء من الفورج اس دي كي وهقول له لو سمحت هات لي كل الباكتس اللي موجوده عندك تمام بالكريدنشلز اللي انا بديها لك. طيب واعمل ريتيرن بقى ايه
للنتيجه بتاعه الباكت سي دي اللي هي البادي بتاعنا. وهنبص كمان على الريتيرن ده. احنا ممكن كمان بقى هنا نعمل هنا فول ستوب كده او بريك بوينت، تمام، والبريك بوينت تبتدي تظهر معانا. طيب يبقى انا كده ايه اول حاجه عملتها، هبتدي بقى اعمل فايل جديد جوه الراوتس بتاعي وهسميه سامبل دوت جي اس، تمام. يعني انا دلوقتي عندي فانكشن جديده، الفانكشن ديت هتعمل ريسبوند لاي فانكشن عندي جوه الايه، جوه الديتيلز اللي احنا هنشوفها مع بعض. وبرضو هعمل بيست للكود اللي معايا اللي هو هيبتدي بالاكسبرس وبالراوتر وهيروح للاو اس اس الموديل اللي احنا بنيناه عندنا في الفولدر بتاع المودلز، تمام. وهيبتدي لما الراوت يبتدي ان هو يشتغل هقول له جيت بقى باكيتس، ده معناه ان انا ايه لما هروح على الفانكشن او على الباث اللي بيرسبوند عليه سامبل دوت جي اس دوت هيرد عليه بالكونتنت بتاعه الباكيت ديت. هيعمل ايه؟ الراجل ده هيروح ينفذ الفانكشن دي ويلاقي جواها باكيتس، هيبتدي يجيت يعمل جيت للباكيتس دي ويقف يستنى الامر بتاع الاويت بتاعنا، تمام، ويعمل ريسبونس بالمحتوى اللي جاي من الباكيتس ديت في صوره جيسون. زي ما قلنا الجيسون هو شكل الايه؟ الداتا ستراكشرز اللي بتروح وبتيجي من خلال السيرفر و البراوزرز بتوعنا، والجافا سكريبت بتقدر تفهمها بشكل نتيف. طيب يبقى احنا هنعمل سيف للكود بتاعنا زي ما قلنا، وهنعمل سيف لل النود بتاعنا. هنبتدي بقى كمان نزود معاه ايه؟ ان هو يرد على الريكوست اللي بتجيله على امر الايه؟ اللي بتجيله على السامبل دوت جي اس. طيب نفتكر مع بعض احنا كتبنا فين الكود اللي بيرسبوند على الايه؟ الراوترز. احنا كتبنا الكود ده في الستارت او اللي هو الكور فانكشن بتاعتنا اللي هي المين بتاعتنا. فهنقول له لو سمحت اعمل لي بقى راوتر، والراوتر ده هيرد من خلال الايه؟ السامبل راوت سيرفر دوت او الراوتر ده، واي حاجه هترد على راوتر سامبل، تمام، روح تخلي السامبل ده يرد عليها. فيبقى احنا هنا عندنا الايه؟ الامر اللي هي سامبل، تمام، باكيتس. طيب هنعمل هنا سيف، وبكده نقدر ان احنا ايه نعمل ران للسيرفر معانا، تمام. وهنبص سوا على ايه النتيجه المتوقعه لما يجي اعمل ران معايا. هقول له دلوقتي ستارت ديباجنج علشان ابتدي اشوف الكود بتاعي، تمام. وهرجع للابلكيشن بتاعي واقول له كده هنا الاوبن اوث زي ما شايفينه بيعمل. طيب يبقى انا هنا محتاج ان انا احط ايه بقى الكود بتاعي؟ هحط هنا سامبل، تمام، وهحط باكيتس، تمام، وبقول له انتر. هيرد لي ايه وايه الناتج اللي احنا هنتوقعه من هنا؟ المفترض ان الكود اللي هيرجع لي هيرجع لي فاضي. ليه؟ لان انا بقول له لو سمحت روح للفورج سيرفر، تمام، عندي، والفورج سيرفر دوت روح ودور جواه ايه هي النتائج بتاعته. طيب هو دلوقتي واقف على امر الريتيرن اللي معانا، تمام. هنلاقي هنا لو انتوا حابين تبصوا ده الديباجر بتاع الفيجوال ستوديو كود، تمام، اللي انا لما بقف عندي دلوقتي على بريك بوينت اقدر ابص على اي اوبجكت معايا وهيبتدي ان هو يقول لي ايه المحتويات اللي جواه. ف احنا زي ما شفنا انا باكيتس دي عباره عن ايه؟ عباره عن النتيجه بتاعه الكوماند اللي بيروح يطلب لو سمحت هات لي لسته الباكيتس اللي مربوطه بالابلكيشن اللي بالكلاينت اي دي والسيرفر ده. هبص على الباكيتس هنا وهلاقي ان الريتيرن ده فيه بادي، والبادي ده فيه اراي اوف ايتمز، والاراي دي اللينث بتاعها زيرو، تمام. يبقى انا هنا هقول له ايه؟ ران، خلاص اشتغل، ونقفل البريك بوينت ديت، تمام. ونرجع جوه الفانكشن هنلاقي ان هو رجع لي امتي اري. الناس اللي اشتغلت جافا سكريبت قبل كده، تمام، عارفه ان الاري في الجافا سكريبت وفي معظم اللغات اللي شبه السي او اللي ليها السي ستايل سينتكس بتبتدي وبتقفل الاري بتاعتها من خلال السكوير براكتس. ده معناه ان انا في اري رجع من السيرفر والاري ده فاضي، تمام. طيب
نعمل بقى ايه علشان الاري ده ما يرجعش فاضي. هنبتدي مع بعض بان احنا نقول له طيب لو سمحت بقى ابتدي بان انت تعمل كرييشن لاول باكت عندي. تمام. طيب اول حاجه هقفل السيرفر وهروح للامر بتاع الكونفج واقول له لو سمحت حط لي معلومه زياده انا عايز اضيفها معايا جوه الايه جوه الابلكيشن بتاعي. تمام. طيب والابلكيشن بتاعي هبتدي ان انا اقفل السكوب الاضافي دوت. زي ما احنا شايفين احنا كده خلينا الامر بتاع الاكسبورت مش بس هيرجع الكريدنشلز اللي هم فيهم الكلاينت اي دي والكلاينت سيكريت، كمان هيرجع السكوبس اللي احنا اتكلمنا عليها في البيرميشنز، وهيرجع كمان اوبجكت جديد اسمه سامبل جواه باكيت كي وجواه فايل باث وجواه فايل نيم. وهنصلح الفايل ده دلوقتي من ريفت لدي دبليو جي. و حقيقي انا ما اعرفش هو بيحاول العربي ليه كل شويه، ولكن لتت بي. تمام. يبقى احنا كده ادينا شويه بارامترز، الابلكيشن بتاع السامبل بتاعي هيبتدي يستعملها في ان هو ايه ان هو يرد على الفانكشن معايا. تمام. طيب الفانكشن اللي هبتدي ان انا ارد بيها بقى او هستعمل بيها الكود دوت هعمل بيها اجيبها منين؟ انا هبتدي اروح اعمل فانكشن جديده جوه الاوبجكت الخاص بالسامبل راوت عندي، بدل ما الراوتر يتقفل معايا في قبل الراوتر هدخل الاول على الموديل. تمام. وقبل اخر تو لاينز عندي هبتدي ان انا اضيف فانكشن جديده. الفانكشن دي هقول لها لو سمحت انت دي مش اخر فانكشن انت هتعملها اكسبورت جوه الموديل. تمام. وابتدي اعمل بيست للكود الزياده بتاعي. تمام. اللي هو هتكون مهمته ان انا اعمل ايه؟ ان انا اعمل الفانكشن اللي هي الكرييت باكيت. يبقى انا الاكسبورتس دي هت اكسبورت معايا الامر الاساسي بتاعي اللي هو الايه؟ ال I do believe ان احنا ان انا عملت بيست غلط. تمام. فممكن نكتب مع بعض حته الايه؟ الكود دي ونعمل كوبي للكونتنت اللي جواها. طيب ايه الفانكشن اللي احنا عايزينها؟ احنا عايزين نعمل فانكشن هنا والفانكشن دي تكون بتعمل كرييت للباكت. تمام. والفانكشن دي زي ما احنا شايفين كده ده البادي بتاعها. لو تاخدوا بالكم احنا في الفانكشنز الاولانيه او في الموديل الاولاني بتاعنا احنا ما قلناش ان الفانكشن دي عباره عن async function او asynchronous function. انما ليه هنا بنكتب كلمه asynchronous؟ لان احنا ما نقدرش نستعمل السينتاكس الجديد اللي جوه الجافا سكريبت اللي هو اسمه await جوه اي function غير لو بنعرفها على ان هي asynchronous function. ده بيخلي الفانكشن دي تتنفذ بجزء مختلف جوه الانجن بتاع الجافا سكريبت عندنا. فعلشان يقبل السينتاكس اللي هو كلمه await لازم اضيف له كلمه async قبل الفانكشن ما تبتدي. طيب يبقى احنا كمان هنعمل فانكشن جديده عباره عن asynchronous function وبتاخد البارامتر بتاعها كباكت كي. تمام. وده الكونتنت اللي موجود جوه الفانكشن. وهنرجع للباكت بتاعنا او الفانكشن بتاعتنا هنلاقي الكود اللي احنا عايزين ننفذه هنا ايه؟ عايزين نعمل نقرا الفورج اوثنتيكيشن نقول له get credentials الانترنال هناخد الباكت اي دي او الباكت اي بي اي زي ما شفنا هنا بنفس الشكل. طب هنا بقى هنعمل ايه؟ هنعمل اوبجكت جديد اسمه باكت كي او نيو باكت والكي بتاعه اللي هو جاي من الباكت كي والبوليسي كي بتاعته ترانزيانت. يعني ايه ترانزيانت؟ يعني الباكت دي هي عباره عن لوكيشن في الاستورج بتاع الفورج سيرفر. تمام. والهدف بتاعها ان انا اعمل تنفيذ او اعمل كرييت للباكت دي. الباكت دي هتبقى ليها بوليسي ان هي هتختفي بعد 24 ساعه بشكل اوتوماتيك. انا لو عايز ان انا اي ستورج بحطه في الفورج باكت ده تبقى بيرمننت هقول ان البوليسي بتاعي بيرمننت. لو انا بستعمل الترانزينت ده معناه ان انا بقول له ان لو سمحت بعد 24 ساعه شيل
الكونتنت اللي جوه الباكت دي، يعني الباكت نفسها تفضل موجوده ولكن as an empty bucket. تمام؟ يبقى انا هاجي بقى جوه الفانكشن بتاعت الكرييشن دي واقول له لو سمحت اعمل اوثنتيكيت، روح للفورج سيرفر واديله الكلاينت ايدي والكلاينت سيكريت، هات من عنده كريدنشلز. الكريدنشلز دي هستعملها في الفانكشن بتاعه الكرييت باكت هنا، تمام، في ان هي تعمل لي كرييشن للباكت اللي بالاتريبيوتس دي، تمام، وتريتيرن الايه الريسبونس اللي جاي من الباكت ريكوست دوت. تمام؟ طيب وبكده ابقى انا اقدر اعمل سيف للفانكشن بتاعتي. طيب ازاي اعمل كول للفانكشن ديت؟ هروح بقى للراوت زي ما قلنا اللي موجود عندي هنا، برضو هعمل سيف للفانكشن وهروح للسامبل راوت. قبل اخر سطر عندي هبتدي اضيف سطر جديد واقول له ان انا خد بقى الايه الكونفج دوت، برضو اقراه لي من الكونفج، ممكن كمان خليه فوق. تمام، والراوتر هنا بدل ما هو بيرسبوند لامر الجيت هيبتدي يرسبوند لامر البوست. تمام، وهنا هنبص مع بعض ازاي الامر بتاع البوست بيقدر ان هو يعمل اكشن جوه السيرفر بتاعي بدل ما هو شغلته ان هو يعمل ريد من السيرفر كونتنت. تمام، طيب يبقى انا عندي الامر اسمه كرييت باكيت موجود جوه سامبل راوت، و بياخد بقى الباكت كي دوت، بياخده عباره عن ايه؟ بياخد الكلاينت اي دي يحوله لور كيس سترينج، وبعدين ياخد كلمه الباكت كي اللي موجوده عنده في السامبل. طب ليه انا بحط الكلاينت اي دي هنا؟ لسبب ان الفورج فيها حاجه غريبه شويه، هو ان الباكت نيمز ار جلوبال فاريبلز جوه البلاتفورم كلها. يعني اي باكت نيم موجوده عندي جوه الفورج ما اقدرش اعمل كرييت لاثنين باكيتس بنفس الاسم. يعني انا دلوقتي لو قلت ان انا هعمل باكيت وهسميها سامبل، مفيش اي ابلكيشن تاني جوه الفورج بلاتفورم هيقدر ان هو يعمل هيقدر ان هو يعمل الباكيت او الباكيت بتاعتنا باسم سامبل ده مره ثانيه. Which is يعني انا متخيل ان هو behavior strange شويه. تمام، ولكن ك ابلكيشن عندنا او كسيستم جوه البيم 360 هو او جوه قصدي انا اسف الفورج بلاتفورم، هي دي الطريقه اللي بيشتغل عليها معانا. تمام، فاحنا هنا بالشكل بتاعنا او بالطريقه بتاعتنا هنبتدي ان احنا ناخد الكلاينت اي دي ده ونعرفه كيونيك ايدنتيفاير، يعني ما يبقاش فيه باكيتس هتبقى موجوده باي شكل جوه السيستم بتاعت الفورج مره ثانيه ليها نفس الكلاينت اي دي، لان الكلاينت اي دي ده يونيك ايدنتيفاير عمره ما بيتكرر معانا من ابلكيشن للتاني، ومفيش اي اثنين ابلكيشنز جوه الفورج بلاتفورم ليها نفس الكلاينت اي دي. تمام، فيبقى احنا هنبتدي بالكلاينت اي دي، يبقى هو اول جزء معانا في الاسم بتاع الباكت. تمام، والباكت كي اللي احنا حطيناه في الايه؟ في الكونفجريشن اللي هو داش ابلود داش سامبل هو اللي موجود معانا. تمام، وكده عملنا الكرييشن للباكت. تمام، طيب وهنقول له سيف. طيب هنبتدي نعمل راننج مره ثانيه للكود معانا، نقول له ستارت ديباجنج، والمره دي مش هنستعمل بقى الايه، مش هنستعمل الكود بتاع البراوزر بتاعنا. هل عندنا اليو ار ال؟ طب والله عظيم اليو ار ال، اي هوب ان هو شغال معانا زي اللينكس. هنبتدي نستعمل فانكشن موجوده على على الكوماند لاين عندنا اسمها سي يو ار ال. السي يو ار ال ديت فانكشن وظيفتها ان هي الريكوستات نفسها اللي البراوزر عندنا انا ما بقدرش اخلي هو اللي يروح يعمل امر البوست، ولكن السي ار ال اقدر ان انا اقول له لو سمحت اعمل امر البوست ده بشكل مباشر. فيبقى انا هروح برضو لنفس السيرفر بتاعي سامبل كرييت باكيت. تمام، وهقول له لو سمحت روح كلم اللينك ده، كلم الراوت ده، ولكن بالكوماند اللي اسمه بوست مش بالكوماند اللي اسمه ايه
جيت تمام، وهنقول له انتر. اعتقد هو هيزعل لان هو مش ده السينتاكس بتاع السي يو ار ال في الايه في الويندوز باور شيل. طيب السي يو ار ال دوت هو نفس السينتاكس بتاع الكوماند بتاعنا على الايه على الـ على اليونكس واللينكس سيرفرز. خلينا نبص كده هل عندنا كاباسيتي ان احنا نعمل سي ار ال ان ويندوز، هل عندنا حاجه زيها في الويندوز بلت ان ما نحتاجش ان احنا نعمل الفانكشن ديت. تمام انا شايف ان احنا في حاجات لسه محتاجين نعملها داونلود. طيب خلينا نسال السؤال الثاني، ويندوز سي ار ال ايكويفالنت في الباور شيل في عندها كوماند زي اسمه انفوك. طيب كويس عندنا هو فانكشن زيها. و هنبص كده معانا، واعتقد ان حتى الانفوك ده موجود عنده سي يو ار ال. طيب انا الفانكشن بقى اللي اقدر ان انا اقول له ايه اللي اقدر اكلمها له من الفانكشن عامله ازاي؟ طيب اعتقد معانا. طيب خلينا نبص عليها مع بعض. طيب بالمناسبة احنا اللي بيحصل ان انا كان الفانكشن دي موجودة عندي في اليونكس مش موجودة عندي في الويندوز، يعني اللي بيشتغلوا على لينكس او ماك او اس بيستعملوا الفانكشن دي بشكل مباشر، دي بيلت ان في الايه في الويندوز. باور شيل تمام، وهنقول له عندنا باور شيل هيطلب معايا ايه بقى using CURL in PowerShell. طيب هو ده alias بالمناسبة عندنا. طيب أنا عايز using CURL تمام موجود، وأمر الانفوك موجود تمام، و نقدر إن احنا هنقول له الفانكشن بتاعنا تمام تمام انستولينج شكرا عندنا داونلود. طيب طيب انا عايز اقول له ان بوست، انا مش عايز اقول له ان هو استعمل الجيت المعتاد، لان انا اعتقد لو عملت له كده دلوقتي وشلت الايه البوست ده تمام السي ار ال عندي بالمناسبه هيشتغل غالبا، ولكن عندي هيشتغل في الايه في الامر بتاع الجيت. طيب انا هنا لو انا قلت له هنا باكيتس وعملت له ران زي ما انتم شايفين، لا برضه زعل قال لي انا ما اعرفوش. طيب not implemented. طيب خلاص شكرا. الامر عندنا البوست دوت هنكلمه بعد كده لما هنبتدي ان احنا نشتغل جوه الجافا سكريبت. ممكن حتى طب خلينا نكلمه بقى جوه الجافا سكريبت، بلاش نكلمه جوه الايه بلاش نكلمه جوه السيرفر بتاعي. هنقول له Inspect. نفتح الكونسول تمام، وهنروح احنا دلوقتي تري. طيب تمام برضه هنحتاج الفيتش والاويت. طيب خلاص خلونا نتحرك حوالين الخطوه التاليه اللي هنبتدي من خلالها ان احنا نعمل الايه الديتيلز الاضافيه معانا، لان الايه الفانكشنز اللي احنا هنعمل لها تيستنج الفتره الجايه كلها محتاجه السي يو ار ال. طب خلينا نعمل انستول سي يو ار ال ويندوز، يا رب يبدا يشتغل معانا. اوتو انستول شكرا. ميرسي. Ships with a copy. It is already set up. And I think the issue that we have is that we need to run the command line من برا. تمام. والله حتى هسيبه يشتغل as an administrator، ودي خطوة مش صح بالمناسبة. تمام. والمفروض إن أي حد عايز إن هو يعمل أو يكلم السيرفر ما يكلموش من خلال الإيه؟
الادمن دوت، ولكن هنجرب نشوف مع بعض. تمام، اه والله اشتغل جميل جدا. طيب حلو قوي، بعتذر بقى. هنقوله بس properties، نكبر التكست شوية. تمام، 24